من ضمن الأسئلة، إيه الأسئلة ممكن نتسألها في كونسنتريكس أسئلة الانترفيو؟ تعالوا مع بعض نشوف أبرز الأسئلة. Introduce yourself both professionally and personally. Tell me about situation, about hard information or topic you need to deliver to someone. Explain the internet service to all the person you does not, he does not know about it. Describe previous experience. إيه أكتر موقف كنت منزعج منه وكيف مريت بيه؟ لو معاك فلوس تحب تحتفظ بيها لنفسك ولا تساعد حد محتاجه؟ لو هتساعده هتساعده إزاي؟ قول لي إيه السمات اللي بتتمتع بيها أفضل صديق ليك؟ قول لي على حاجة أنت ممتن ليها جدا. تفتكر حفظ الأسئلة قبل الانترفيو أفضل ولا إنك تقولها من تلقاء نفسك؟ بيسألك كمان على المواضيع الخاصة بالسوبر باور، لو أنت عاوز تبقى سوبر باور هيرو، إيه سبايدر مان والحاجات دي، تختار مين؟ من ضمن الأسئلة تعرف إيه عن الكونستريكس، عرف نفسك باللغة الإنجليزية. كل هذه الأشياء من ضمن الأمور اللي لازم تاخدها في الاعتبار. اسمك، كليتك، اتخرجت إمتى، اشتغلت ولا لأ، لو اشتغلت سبت شغلك ليه، كل ده طبعا بالإنجليش. لو تارجتك واقع هنكنسل، هتعمل إيه لو التارجت بتاعك واقع؟ هتعمل ايه؟ هتكنسل الاجازه بتاعتك ولا تنزل دبل شيفت؟ هتكون عامل ايه؟ كل الحاجات دي من ضمن الامور لازم انت تاخدها. ممكن يسالك تبيع لي الساعه، القلم، لو انت بتشتغل في ديفيجن تيلي سيلز او الحاجات دي، فلازم تاخذها في الاعتبار علشان تكون بالنسبه لك واضحه. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.